أغرب عملية طلاق شفتها في حياتي، بنت الحاكم ديال دبي الشيخة مورا، عندهم شو الشيخة عيب زعما الشيخة من الكبائر عندهم، هما طلقت الزوج ديالها عبر ستوري انستغرام. هو ما كانش هي عايشة الحياة في القصر ديالها، طلع لها السيد براسها مبقاتش باغاه، قالت لي أطلقك بالتلاش، وتمت عملية الطلاق صافي، ومشات دارت الاجراءات ديالها ومريضنا مع الدوباس. يعني هاد ختنا هادي راه بنت الحاكم ديال دبي، فهمني؟ يعني راه الفلوس بحال الروزه، ما تسناش الراجل النفقه ولا راه العيد تزيدو. صافي ما عجبهاش، بقاتش باغاه، تقول لي تشيك برادر جو تو ورك، اي نو نيد يو، اوكي ليسن تو مي. ما كاينش، ماشي بحالنا هنا تبعوا النفق، تبعوا على الصير، عنده شي دار شحيده ليه، كتعرف شي فقيه تمشي توكل جد بابا تسطي انتقم منه، ومن بعد ما تطلقوا تتبع اخباره واش كاين. هادوك لا، اصحاب العلاقه صافي تفارقنا، بقيناش ملاقين، كل الله يسخر لي، كل الله يدور ميا الشر سيدي كوبي اشاي، خليني من هنين هاد الدراري، ترى مع الطيحه مع بصيحه. هادو هو البلان، اللهم يسر.